في أعراف كرة القدم، المدرب هو واجهة الفريق أو المنتخب، وهو قدوة اللاعبين خارج أرضية الميدان. لكن في منتخبنا الوطني يبدو أن الأمر لا يبدو كذلك. الناخب الوطني الذي تجاوزت هو الأحداث داخل المستطيلي الأخضر خلال ودية المنتخب المصري فقد البوصلة أيضا على خط التماس بتصرف لا يليق بالمنتخب الوطني. جمال بلماضي أثبت خلال موقعة ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية أنه أصبح كثير النرفزة قليل الاهتمام بالأمور التقنية، وحادثة سعيد بن رحمة خير دليل على ذلك. حادثة بلماضي ولاعب ويست هام يونايتد أخرجت للعلن الضغط الذي يعيشه الرجل الأول في الطاقم الفني للخضر، وجعله لا يستطيع التحكم في أعصابه عند كل حالة توتر. التصرف بطريقة غير لائقة مع بن رحمة حتى وإن كان ذلك لسبب معين جعل الخبراء والاختصاصيين ينهالون بالانتقادات على بلماضي، مؤكدين أن اللقطة مضرة بصورة أبطال إفريقيا سنة 2019. بلماضي سيكون مجبرا على تغيير هذه الصورة قبل تصفية مونديال 2026 وكأس أمم إفريقيا 2024 إن هو أراد إرجاع قطار المنتخب الوطني إلى السكة الصحيحة، وغير ذلك ستكون نهاية تعيسة. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.